بس تصدقي يا ديدي انتي ما تغيرتيش كتير، يعني تسريحة الشعر بس اختلفت شوية، بس لسه محتفظة بضحكتك الحلوة. وانتي كمان يا دولي جميلة زي ما انتي. صحيح طلعلك بقى بيق تحت عينيكي لكن قمر، وصحيح مناخيرك طولت حبتين ويمكن عايزة يتقص منها حتة، لكن يا اختي جميلة قمر. تفتكري يعني يا جيجي بعد 30 سنة هيبقى شكلنا عامل كده؟ تفتكري اساسا ان احنا هنعيش 30 سنة كمان؟ الراجل بتاع الكمبيوتر ده راجل ما بيفهمش في اي حاجة، ازاي يبقى شكلنا كده يعني؟ بيقولوا ده برنامج مخصوص عاملينه في بلاد بره. بلاد بره ايه ده؟ معمول في ميك عقبة يا امي. انا متأكدة بعد 30 سنة هبقى اجمل من كده بكتير. يكونش حسين ورشاد خايفين ان احنا نتجوز بصحيح فعملوا المقلب ده في شريف ثابت؟ انا مش قادرة اصدق. شريف ثابت ده واضح انه راجل كاتب ومثقف ورقيق المشاعر، مستغربة ازاي يضحك عليه كده. انا لو منك اتجوز شريف ثابت بالذات عشان اعاند حسين. تفتكر يا ديدي؟ وانا كمان هدور على عريس واتجوزه بالعند في رشاد. دولي الورق وقع على الارض، الورق على الارض اهو اهو. سمعت خرم طبله ودني، بس خلاص بطلت اجيب حاجات من على الارض. هو الاستاذ عزت موجود؟ انا هدخل اجيبهولك، هدخل اجيبهولك. والله لا اجيبهولك. دولي ارجوك تفهميني. انا خلاص يا استاذ فهمت كل حاجه. ما هو اصلهم ضحكوا عليا غرروا بيا، يعني انا شخصيا ما كنتش اعرف في الحكايه دي، لكن هم اللي ضحكوا عليا. لا والله. وخلاص وبعد ما عرفت يا استاذ انهم بيضحكوا عليك؟ ما دولي انا عايزك تعرفي ان انا معجب بيكي قوي، انما يعني لما لو صورتك هتطلع كده بعد 30 سنه الواحد برضو لازم يعني يفكر ويغير رايه. عشان انت جاي بعد كل ده عشان تقول لي بعد 30 سنه؟ انت بتدور على ايه؟ في صوت غريب جاي من ناحيتك. انت مالك ومال الصوت؟ كلمني هنا، انت عايز ايه؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني لو تديني صوره او صورتين او ثلاثه وندخلهم في الكمبيوتر يمكن يطلعوا شكلهم حلو ونغير راينا خالص من الحكايه دي. انت جاي لي بعد كل ده علشان تقول لي الجملتين دول؟ اما انت راجل غريب بشكل. يا راجل عايز تتجوزني دلوقتي وبتاخد عليا ضمان 30 سنه؟ يا امي ده انت لما تشتري عربيه بتاخد ضمان سنه واحد و20 الف كيلو، ايهما اقرب؟ ما 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 هو انت يا دولي يا حبيبتي اجمل من اي عربيه واقوى منها بكتير، عشان كده الضمان بتاعك لازم يكون اطول بكتير. كذاب كذاب و60 كذاب. انا دلوقتي شخصيا مش عاوزه اتجوزك. عارف ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ علشان واحد زيك بدماغك دي ما ينفعش يتجوز يا امي. انت ما بتفكرش غير في الشكل وفي الحلاوه وفي المنظر وبس، انما الجوهر لا. انت بقى ما فكرتش لما تحط صورتك في الكمبيوتر هتلاقي نفسك بعد 30 سنه شكلك عامل ايه؟
انا اعتقد بعقلي كده. بعقلك ايه يا امي؟ عقلك ده ما تجيبش غير انك انت تروح تتجوز بنت طفله صغيره عندها 6 شهور عشان لما تحط صورتها في الكمبيوتر تلاقيها حلوه بعد 30 سنه. والله فكره جميله يا دولي، ميرسي قوي، اروح اعملها. تصور الفستان ده منزلينه في 30 محل وبرضه مزاجها مش رايق. على فكرة لو عايز منها اي حاجة استنى عليها لما تهدى. امتى بس هي بتهدى ابدا؟ صباح الخير استاذ رفعت، الف الف حمد لله على السلامة يا فندم. سعادتك جيت امتى؟ لسه واصل دلوقتي من اسكندرية. انا هروح ابلغ مدام دي حالا. استنى هنا، ايه الفستان العبيط اللي انت لابساه ده؟ ازاي تبقي بتشتغلي في شركة ازياء وتلبسي فستان عبيط بالطريقة دي؟ هو في الحقيقة يا فندم مش بمزاجي، مدام دي الله يخليها ويعمر بيتها هي اللي غصبت عليا ان انا البس الفستان ده. يبقى اكيد عملتي حاجة ما عجبتهاش فبتعاقبك صح؟ هو الفستان مش عاجب ذوق سعادتك؟ يا راجل عيب، هو ده فستان من اصله؟ انا مش فاهم، مين العبيط ولا الشركة العبيطة اللي ممكن تسمح انها تنزل فستان زي ده باسم شركتها في السوق؟ حضرتك. انا حضرتي؟ هي تقصد تقول ان شركة حضرتك هي اللي نزلت الموديل ده في السوق بناء على اوامر مدام ديدي؟ لا لا يمكن اسكت على الكارثة دي ابدا ابدا. عشان خاطري يا ماما تعالي معايا، الفيلم مش هياخد اكتر من ساعتين بالاستراحة. ما ينفعش يا ودني ماما، ما ينفعش اسيب شغلي واروح السينما. طب قولي لي اعمل ايه بقى؟ يعني ماما مش فاضيلي ورافض ان علاء يدخل معايا السينما مع انه في حكم خطيبي. عيب قوي تروحي مع خطيبك السينما. انا شخصيا عمري ما روحت مع ابوك السينما، لا ايام الخطوبة ولا بعد الجواز. ما عشان خاطر كده اتطلقت. بنت قلتلك 100 مرة ما تضربينيش مثل بيك انت يا بابا. بيب ماما، رجلي ماما، عيب ماما، ودني ماما. اسمعي يا حبيبتي، اصل انا عامله انقلاب في الشركه، نازله السوق بتصاميم جديده والوانات جديده هتكسر الدنيا. التصاميم دي يا هترفعني في 7 سما يا هتنزلني في 7 ارض. انا ماليش دعوه بالشركه بتاعتك. ازاي يا بيب ماما؟ مادام انا المدير العام يبقى ليكي دعوه ونص كمان. ديدي صحيح اللي انا سمعته ده؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ نعم ده شركتي، اجي فيها وقت ما انا عايز. بس انا كمان المدير العام ومش اي وقت تقدر تتكلم معايا فيه. انا مش اي وقت اتكلم معاك فيه؟ طبعا فضيالك انا عشان كل شويه تجيني اطق معاك حنك. انا بس صوتك بيصدعني. بيب ماما، رجلي ماما، عين ماما. روحي دلوقتي يا ايدي وانسي الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه يا حبيبتي. حاضر يا ماما. انت ازاي يا هانم تنفذي التصاميم اللي انت عملتيها من غير ما اشوفها؟ وفرض يعني انها ما عجبتكش كنت مش هنفذها ولا ايه؟ ده انت كمان نزلتها السوق. امال عايز ايه؟ اصممها وانفذها وارميها في المخازن؟ يا ريت. اقل ما فيها ما كناش اتفضحنا الفضيحه اللي بجراجل اللي حصلت لما الفساتين نزلت السوق. مالك انت ومال الفضايح؟ انت عليك تيجي كل اخر سنه تقبض الارباح في كرشك وتملاه وتتكل على الله. ايه ده؟ انت كمان عايزه تلغيني من شركتي؟ اسمع يا رفعت، انا فاهمك كويس قوي، انت عرضت عليا الجواز عشان تطلع عليا عقدك، لكن لما وعيت لي كده وانقذت نفسي منك عايز تطلع عليا عقدك في الشغل. الحمد لله يا اختي ان انت انقذت نفسك ووعيتي، الحمد لله ان انا متجوزتك. طب خلاص ما تخلاص، ما تسيبني في حالي بقى اشتغل براحتي. سيبك في حالك، لعلمك انا طلعت قرار مفيش اي ورقة هتمشي الا بامضتي، وبلغت ده لكل الموظفين. ايه قلة الادب بتاعتك دي؟ انت بتتكلم مع الموظفين من ورايا ولا ايه؟ هما مش الموظفين بتوعنا كمان. انت صاحب الشركه لكن الموظفين دول بتوعي انا. اتفضل دلوقتي حالا روح امسح امضتك والغي كلامك مع الموظفين. ولا
ولا همسح ولا هلغي. واعلى ما في خيلك اركبيه كده. اعتبرني مستقيلة من دلوقتي. نيفر يا حسين ان انا ارجع الشغل تاني. وآي ام شور انك انت مش عايزني. وآي ام شور اولسو انك انت اللي فقعت البومبا بيني وبين رفعت. فاتت النهارده يا ماما حتى الفرن فتح فتح فتح. انت كنتوا مع بعض في السينما ولا ايه؟ ما انا اسي استأذنت من الشغل ورحت مع ايلي السينما من 6 ل 6. هو فعلا فيلم حبيبي يا ماما انا ما فتص من الضحك. شفت يا دولي البطل هو بيغرق في البانيو؟ هو الفيلم كان فيه بانيو؟ اللي في شقة الست العجوزة. ايه ده؟ هو كان فيه ست عجوزة؟ انا كنت فاكرها في المهندسين. انتوا متأكدين انكم كنتوا مع بعض في نفس السينما؟ اصل انا الحقيقة كنت قاعدة قلقانة على اللي كان فيه شوية شبان بيعكسوها بيفهموا يا عمي. والراجل بقى اللي كان قاعد قدامي راجل تخين قوي، قعدت ازقز اللب واحط في جيبه، ازقز اللب واحط في جيبه، الراجل اتلوح في الاخر. انا متأكدة لو خرج من السينما ووزن نفسه هيلاقي نفسه زاد يجي 100 كيلو. يا عمو عمو يا ناس. يعني باين عليكم اتبسطتوا قوي. قوي قوي. اتعشيتي يا ديدي؟ ماليش نفس. احسن برضو. يلا يا إلي، يلا يا حبيبتي تعالي تعشي معايا. بس بشرط هحضر معاكي العشاء، اوكي؟ وانتي بقى تحكي لي الفيلم بالظبط حصل فيه ايه؟ اوكي. الو. نهي يا شيماء، نهي. مش هرجع الشغل يعني مش هرجع الشغل. خدي يا روحي، خدي يا حبيبتي بغزي. بس تعرفي ان الفيلم طلع حلو قوي، انا لازم بقى اتفرج عليه تاني. قصدك تشوفي اولاني. إلي بيب ماما، رجل ماما وابن ماما. إلي انت مش كنت عايزه تروحي تشتري هدوم جديده يا إلي؟ انا النهارده اخدت اجازه من الشغل مخصوص علشانك. حبيبتي انا مش عايزه ازعجك، انا خلاص اتفقت مع دنيا هتنزل معايا وانا بعمل شوبينج. اهلا زوها حلو قوي ماما، في ستايل اللبس الكاجوال. ميرسي. ده انا اعرف لك كم محل بيبيعوا هدوم كاجوال، انما ايه يهوسوا حقيقة دولي. يا روح قلبي دولي. بيب ماما، رجل ماما، ودن ماما، وسط ماما. انت مش كنت عايزه تزوري طنط شوقيه في المستشفى؟ كلمي مناخير ماما. حبيبتي انا عارفه ان انت مشغوله في الشغل قوي، بعد ما اخلص شوبينج انا ودولي هبقى نعدي على المستشفى. طبعا يا روحي، وبعدين على فكره انا محضره لك الموز والبرتقال. يا قلبي يا ناس. إلي ماما، رجلي ماما، انت اتاخرتي عين ماما، لازم نامي دلوقتي بقى، يلا روحي. ماما انا هبات هنا النهارده. تباتي فين؟ الله، خديت البنت هتبات هنا في حضني. انت يا ديدي تبرتعي في السرير لوحدك، وايه هتنام في حضني في اوضه عصام، اصل عصام بيت عند جده. انما الصرصار اللي كان معدي على الشاشه ده كان البطل ولا ايه؟ اهلا. انت ايه اللي اخرك؟ وفيها ايه لما تستناني؟ مش انت اللي عايز تشوفني؟ انا برضو اللي عايز اشوفك. ليه؟ مش انت اللي طلبت تقابليني؟ ما انا طلبتك لما حسيت انك عايز تشوفني. اسمعي ديدي، انا مستعد انسى كل التخاريف والعبط اللي قلتها لي في مكتبك. انا ما بخرفش يا رفعت، فاهم؟ انا مستعد اعتبر اللي حصل منك ده غلطة ومش هتتكرر،
ومستعده كمان اراجع عقلي وارجع معاك الشغل تاني، بس بشرط ما اشوفش وشك في الشركه غير لما تديني ميعاد انا جاي، فاهم؟ انت مجنونه، حتى شركتي عايزين اخشها باذن. ما دام ده لمصلحتك ومصلحه شركتك. انا مصلحتي ومصلحه شركتي عارفها كويس قوي. كده يا رفعت؟ يعني انت برضو مصمم تحط مناخيرك في شغلي؟ لا، انا مصمم انقذ الشركه من الكارثه اللي انت هتحطيها فيها. انا يا انهزامي يا انعدامي هتسبب في الكارثه للشركه؟ لو انت مش عارفه. رفعت، استقالتي هتكون عندك بالبريد المستعجل، فاهم؟ انهزامي. هزامك يا بتاعت الخراب المستعجل. بس في ايه؟ اللي اتأدب. عارفة يا لومي، انا كنت بدي لحسين جوزي مواعيد بالهبل وما كنتش بروح، كنت بزحلقه. ليه يا دول؟ عشان اجننه، اشعوته، احسسه ان هو عشان يقابلني لازم تحصل له معجزة من السماء علشان يحبني اكتر واكتر واقدر ابهدله اكتر واكتر. قشطة، يبقى معاد على النهاردة ما تفرق. شطورة، علشان بالمرة تخلصي الشغل اللي في ايدك يا امي. يلا. حاضر. بتعملي عندك ايه؟ بساعد دولي يا ماما. دولي، انت تستغلي بنتي عشان تخلصلك شغلك ولا ايه؟ وفيها ايه يعني يا ماما؟ ما هي دولي بتساعدني في حاجات كتير، هي يعني عشان مشغوله شويه ما ساعدهاش؟ بنتك ردت عليكي. ماما، ايه رايك تيجي معانا النادي النهارده؟ ده في اوبن داي معمول في النادي، وكمان دولي هتعزمني النهارده على الغدا في المطعم الجديد. انا مش فاضيه للحاجات التافهه دي. ليه يا امي؟ ما انا عارفه انك انتي واخده من الشغل اجازه طويله. مش عارفه، مامتك بقى دمها تقيل قوي من ساعه ما حطت النياشين دي. تعالي بقى سيبك من ده وتعالي احكي لك على 17 ونص اللي انا عرفتهم قبل انكل حسين. الاولاني اتشل. يتلعبوا عادي يلعبوا مع بعض واستحملي تنازلته لغايه دلوقتي. ليه؟ معرفش. اتغدوا بره هما جايين سوا في قلب المطعم. ليه؟ معرفش. قلت له يا ابني حبيبي طب كلت فين؟ قال لي طنطي خدتني دخلتني في المطعم اللي بنفوت عليه كل يوم انا ومامي واتحايل عليها انها تاكلني فيه، مش راضي. احكي لها يا ديدي. حمسكك يعني حمسكك حبيبي. انت يا بنتي ما شفتش الرعبه. ماما جت، ماما جت، تعالي يا ماما العبي معانا ولا انت مش فاضيه؟ كاتك موه مش هتطلع ودانك. ليه يا ماما؟ كده برضه تيجي كده برضه بوظيلي الخطه اللي انا كنت عاملاها. الحق عليا اني واخده بالي من ابنك وانت ملهيه عنه.
انت يا مقصوفة الرقبة. اي 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 اللي انا المفاجأة اللي انا كنت هعملها له الواد كنت موعداه ان انا اوديه المطعم ده لما يرجع الامتحان اخر الشهر دلوقتي لما يرجع اعمل ايه؟ يعني انت بتديله المكافأة من قبل ما يمتحن يا مقصوفة الرقبة. اي 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 يلا بقى يا جديده عشان نكمل لعب. يلا بينا يلا بينا نحاول معاك وانت نقعد شفتي انا متفقه انا وعصام ان احنا نذاكر شويه ونلعب شويه، هي دي طرق التربيه الحديثه يا ماما. يلا بقى يا جديده عشان نذاكر. شفتي شفتي يا ماما شفتي يا ليلى عصام شفتي يا عصام يا ليلى عصام. مش عاوزين دوشه دول عشان نركز في المذاكره. واضح ان دي لعبه ملعوب في الجامد قوي. عادي احنا شباب والشباب نار. انتوا يا بنت اتفرجوا عليا حد يطلب الاسعاف يا اخوانا. لو سمحتي انا بقالي ساعتين قاعده والحاله اللي عند الدكتور لسه ما خرجتش. هي يعني دخلت له قبل ما اجي على طول يعني؟ لا هي عند الدكتور من ساعتين قبل حضرتك ما تشرفي. يا نهار اسود ساعتين؟ هو الدكتور بياخد في الحاله الواحده 4 ساعات؟ يعني انت شفتيها حضرتك خرجت لسه؟ لا يعني هو انا هتنيل اقعد استنى اكتر من كده؟ كل شيء جايز يا مدام، هو الدكتور اللي بيكشف ولا انا؟ طب تخش تقولي له ان في بني ادم قاعده مستنياه. مدام حضرتك مستعجله قوي، انت متخيله انك هتخشي بعد المريضه اللي عند الدكتور؟ لا يا مدام كل واحد لازم يخش في دوره، حضرتك شايفه دوره؟ هو في حد موجود غيري هنا في العياده؟ موجود مش موجود يا مدام مش مشكلتك، المساله مساله مبدا، كل واحد يخش في دوره. مش عايزه تجننيني يا ست انتي. مدام هدي نفسك شويه، تخشي للدكتور وتاخدي حضرتك الحقنه وهتهدي وتبقي زي الفل. انت بتقولي ايه؟ ايه في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ مين اللي عامل دوشه هنا في العياده بتاعتك؟ تعالى اتفضل شوف الست دي السكرتيره بتاعتك بتقولي اخش في الدور ومفيش حد موجود في العياده غيري. كده؟ تاني يا توحيده؟ هتطفشي لي الزباين يا توحيده؟ اسف يا مدام دي مش السكرتيره بتاعتي، دي واحده عيانه هنا عندي. عيانه؟ ايوه عيانه زيها زيك. انا 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 زي دي. ايوه بس اللي جالها جالها على الهادي، انما انت الفولت عندك عالي شويه اتحرق. انا اللي غلطانه اني جات لك. هي مدام تعالي اتفضلي، انا واثق ان انت هتستريحي عندي جدا. تعالي اتفضلي. هو انا عارفه ادخل لك اصلا مش لما الحاله اللي عندك تخرج؟ حاله؟ انا ما عنديش حالات، انا قاعد فاضي من الصبح. يا خفه دمك وكمان بتضحكي. انت حاولت تدوري على علاج الغلط يا مدام. يعني ايه؟ يعني حاولتي تاخدي عصام من دولي زي ما تصورتي وتخيلتي ان هي خدت الهام منك. اه فعلا يمكن انا عملت كده صحيح. ولما انت عندك وقت ليه ما تديهوش لإلهام؟ يعني الوقت كان قبل كده مش متوفر، لكن حصلت لي مشاكل في الشغل خلتني اخد اجازه طويله. الحقيقه المشكله مش مشكله وقت يا مدام، ما انت قعدت 20 سنة فاضيه من ساعه ما اتجوزت لغايه ما اتطلقتي، ما فكرتيش في ال20 سنة دول انك تصدقي بنتك. انت هتقعد تحاسبني وتقلبني وتقرفني، ما تقول لي اعمل ايه وتخلصني. هقولك انت لازم تصدقي بنتك ومن دلوقتي.
الهام هتتخطب وهتقضي وقتها كله مع خطيبها. وما فكرتيش ليه البنت عايزه تتخطب قبل ما تخلص الجامعه؟ ها؟ لا، تفتكر ليه؟ دورت على الصديق اللي تفهمه، الصديق اللي يفهمها، الصديق اللي ما لقيتوش لا فيكي ولا في ابوها. ولما اطلعته البنت فقدت كل الامل واضطرت ان هي تدور على واحد تاني، صديق تاني. شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.